إذا جاءت دباباتكم إلى لبنان وإلى جنوب لبنان لن تعانوا من نقص في الدبابات، لأنه لن تبقى لكم دبابات. التمادي في استهداف المدنيين سيدفع المقاومة إلى إطلاق الصواريخ واستهداف مستعمرات جديدة لم يكن استهدافها في السابق. إذا جاءت دباباتكم إلى لبنان وإلى جنوب لبنان لن تعانوا من نقص في الدبابات، لأنه لن تبقى لكم دبابات. Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.